دروس كانت انا دكتور علي استاذنا كان بيعلمنا كان بيقول لك كلمه بسيطه قوي، عيان سولو ديمنشيا كل ما تساله على حاجه يقول لك مش عارف. عيان الديمنشيا بيحاول يجاوب بس ما يعرفش، مش فاهم منه مين. ديبريس سولو ديمنشيا از ايزلي تو سي نو، ما اعرفش ما اعرفش ما اعرفش، از ريفيوزنج از ريفيوزر. لكن عيان الديمنشيا يعني هو فعلا مش عارف، فبيحاول لكن ما بيقدرش. فده فئه صغيره قوي بس سو امبورتنت، لان انا بتكلم على جينيوم ديسوردر وبتكلم على صوره بيجي ماسك مع او ماسك مع الديبريشن. السايكوتيك ديبريشن كنا بنتكلم عن الانتيتي سو كومن نيجي في الايدج ده. لان السايكوتيك اي كلمه سايكوتيك معناها ان انا عندي سام سورت اوف ريجريشن اي ام باك. وانا ام باك او ريجريس فور سمثينج اكسبكتد ان اكستنتي اوف ايدج. اتوقعها مع اليونج ايدج ومع الاندر دي بنسبه كبيره قوي. فالسايكوتيك ديبريشن بيعتبر افيري يونيك ايتم. عايز تكونسيدر القصة كده مختلفة تماما عن كلمة ميجر ديبريشن. طيب يبقى ديبريشن قدر عشان نلم القصة بتاعتنا. النقطة اللي هم مربطة في ايتشنج دي مهمة جدا جدا ودي خناقة لقلوها. يعني أستاذ لازم بذكره دايما بعد الأسبوع اللي فاضل عليه الدكتور عكاشة، كنا في ميتنج ثلاث أيام بالظبط. الجمعية المصرية للطب النفسي بتعمل الميتنج بتاعتها. موضوع الجمعية الجميلة للجمعية السعودية. بس احنا عملنا 30 سنة هي الفكرة بس. فالجمعيه المصريه كانت عامله في الميتنج في المحاضره كانت دكتور عكاش على بولي نيوزولوجي اند بولي فارمسي فيري انترستنج. فبيتكلم عليها في الحته بتاعت ان احنا النيوزولوجي بتاعنا الجديد ساعات بيجيب النورمال رياكشنز ويحطها في بعض. وده اللي كان مخوفه لما بقول لك البريجمنت ده انك تفقد حد ليه حاجه. يعني طبعا مراد هو استاذنا واحد برد عليه برضه ببساطه. To be a patient something مختلف تماما to be a natural process of aging. اللي انا قلتها في الاول. انا لما كنت فاكر الديمنشيا والسبيتشنج كان غلط. There's an aged people ناس عواجيز ما نقولش عواجيز على الاطلاق على الرجال والسيدات لان الراجل بيطلق عليه شيخ والمراه تطلق عليها عجوز. ده الفرق بين الاثنين. العجوز لو يطلق على الرجل معقول بس النساء العادي. تمام؟ شيخ كبير وهي عجوز فما نقولش عجوز على الراجل عشان هو ربنا ما قالش عليه كده. القران العجوز في العربي السيدات. ما تزعلوش ده تكريم ليكم يعني. تمام نرجع للقصه بتاعتنا ان انا عايز اقول ان انا الايجنج بروسيس تو بينج شيخ او تو بينج عجوز سمثينج مختلف تو بي ادبريست او ديمنش. فنفس القصه هنا في زود الايجنج بروسيس انا بس في امريكا في 2 مليون عندي المقطع ده اي تراي تو اختصر المقطع ده بحب الدكتور خالد ملحان.